حزب الحركة الشعبية يعطي الانطلاقة للاستراتيجية الرقمية طبعا ديالو للتواصل من خلال واحد الموقع. هذا الموقع اللي كيعرف واحد الحلة جديدة واللي كيتبع بالفرنسية بالعربية وأيضا باللغة الأمازيغية أو بتيفينا. فطبعا كنعتبركم كشركاء لنا كرجال ونساء الإعلام، بغيناكم فعلا تكونوا حاضرين معنا أيضا في هذه الاستراتيجية، لأن كاين واحد البطاقة اللي ديال الصحفيين اللي غادي تعطى لكم، وبفضل هذه البطاقة يكفي أنك توضع فوق الهاتف باش كيطلع الموقع ديال 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 الحزب، وكتكون عندكم جميع المعلومات اللي كتعلق بحزب الحركة الشعبية، لما مواقف ديالو لا في التشريع أيضا على مستوى قبة البرلمان، لا على المقترحات القوانين، لا الأسئلة الكتابية أو الشفهية، أو أيضا حتى على مستوى البلاغات ديال الحزب. فهذا تقريبا المعلومة لكم من خلالكم للمواطن. وطبعا الدعوة هي أنك كما قلت أنك نعتبركم شركاء حقيقيين لنا، ففعلا بينكم تنخرطوا أيضا معنا في هذه الدينامية، لأننا كنتلاقاو وكنتقاسموا نفس الهاجس، هو أننا نوصلوا المعلومة للمواطن وفي الوقت الصحيح. الاستراتيجية اليوم كنقدموا استراتيجية الحزب ديال التواصل الرقمي، كنسعوا من خلالها أننا نستخدموا التكنولوجيا والمنصات الرقمية في تعزيز التواصل مع المواطنين وزيادة في ديال التفاعل المستمر مع مجموعة ديال الشرائح، خصوصا منهم الشباب، لأن الشباب هما اللي كيستعملوا أكثر هذه المنصات. بطبيعة الحال اليوم غنعطيو انطلاقة للموقع الإلكتروني والمجموعة ديال البرامج اللي غتكون على المنصات الرقمية والصفحات الرقمية ديال الحزب. كنهدفوا كما قلت أننا نقربوا حزب الحركة الشعبية أكثر من المواطنين وخصوصا من الشباب، ولكن الأهم هو كنا مهتمين أن يكون تفاعل حقيقي مع المواطنين، لأن غنفتحوا المجال يكون هذا واحد الحوار بيننا وبينهم، لأن درنا مثلا في الموقع منصة اللي كان غنستقبلوا فيها الأسئلة ديالهم الاقتراحات ديالهم، وهي منصة سميتها أجي نسولوا الحكومة، اللي غنستقبلوا الأسئلة ديالهم كما قلت وغنحولوهم للفريقين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وغتحول وغتصبح أسئلة شفهية كتابية. وعلاش لا غيكون هي علاش غنبنيو المرافعات ديالنا سواء في الحزب أو سواء في البرلمان من طرف الفريقين. هذه وحدة. الثانية اليوم كنعطيو انطلاق هذا الموقع باللغة العربية ولكن بالأمازيغية كذلك، وهذه أول حزب كيديرها في المغرب، لأن اليوم غنقدمو حزب بالأمازيغية وبحرف التيفينا من الألف حتى الياء، في إطار أن وهذه بالنسبة لي حنا كحزب كانت مسألة بديهية في إطار تفعيلنا الترسيم ديال الأمازيغية. فبالتالي هذه استراتيجية فيها مجموعة ديال الأشياء كان وديال المنصات الرقمية اللي غنخدموا عليها، واللي غيكون الهدف الأساسي منها هو أننا غيكون تفاعل مستمر ودائم مع المواطنين.